قمنا بحملة تحسيسية في هذه المجموعة المدرسية لواحد الفئة اللي عندها من العمر ما بين 14 و 16 سنة. هذه الفئة هذه معنية بحوادث سير، هي أول سبب ديال الوفيات في العالم حسب تقارير ومعطيات ديال المنظمة العالمية للصحة. دونك هذه العملية التحسيسية داخلة في هذا النطاق هذا. هذه العملية التحسيسية تنقوم بتوعية التلاميذ اللي غادي يولجوا لامتحان رخصة السيارة في الأعوام القليلة القادمة، باش يكونوا عارفين ما لهم وما عليهم قبل ما يسلكوا الطريق، وباش يكون عندهم واحد تعامل حضاري في الطريق باش يحترموا قانون السير، يحترموا حياتهم ويحترموا الآخرين، وباش كذلك نحاولوا نحسنوا من البيانات الرسميه ديال عدد الوفيات اللي كاينه في المغرب، واللي باش نشوفوا الاحصائيات البيانات كلها متذبذبه، ما كاينش شي خط مستقيم مايل للهبوط. كل عام عدد الوفيات تطلع ولا تتهبط، دونك هذه معنيتها بان الاستراتيجيه ما نجحاش 100%. الاستراتيجيه يمكن نقولوا بان الاستراتيجيه تنجح 100% باش تكون عندنا واحد الاحصائيات اللي مايله للهبوط. انا تعرضت للحادث سير مع الوالدين ديالي، كنا في طوموبيل، من بعد كان واحد الطوموبيله كتمشي زعما بسرعه بزاف، من بعد دخلت فينا من اللور، وبزاف ديال المشاكل جوغ لي لوا هما ما كانوش عارفينهم ديال السرعه وكل شيء. ما هنايا تعلمنا بزاف ديال الحاجات، تعلمنا لي لوا، تعلمنا السرعه، تعلمنا باش نكبروا كيفاش نتعلموا حتى حنايا نسوقوا، وكل شيء تعلمنا. كنت غادي انا والاب ديالي، وكان واحد الراجل خارج عن السيطره، كان متعرض للمخدرات، كان كيتناول المخدرات ودخل فينا، وانا تعرضت للكسر. خصنا نحترموا القوانين، وخصنا ديما نشوفوا لي بانو ديال لا سيركولاسيون وداكشي. اليوم جات عندنا في هاد المؤسسه، جات عندنا جمعيه امار ديال الوقت، كيفاش كيعلمونا كيفاش نتجنبوا حوادث السير، ورانا شحال ديال بزاف ديال الحوايج كيفاش اوطون كو باسا كو زعما سائقين ديال السيارات ولا كو راجلين، كيفاش خصنا نمروا من ممر راجلين، كيفاش خصنا نحترموا لي لوا اللي كاينين. وصراحة تعلمنا بزاف ديال الحوايج، شحال حاجه ما كناش عارفينها، ورونا وكيفاش نتعاملوا معها في الجمعيه على حسب الامكانيات. الجمعيات ما عندناش امكانيات بزاف، ولكن داكشي اللي نحاولوا ندير هو حمله تحسيسيه لهذه الفئه. حنايا منحصرين في هذه الفئه هذه لان هي اللي غادي تسوق في الاعوام القليله القادمه، هي اللي يمكن لها دير بان الاحصائيات ديال حوادث السير تكون بيانات مايله للهبوط، حيت لان بحال اللي قلت لكم قبيله الاحصائيات متذبذبه. باش نوصلوا للنتيجه خاصنا نوجدوا مستهلكين طريق ديال غدا، وهذه الفئه هذه ديال 14 16 سنه ويمكن كاع قبل حتى في الابتدائي، هي اللي يمكننا نوجدوها من هنا ل 2025 حتى ل 2030، باش تكون عند يعني في المغرب نتائج مائله للهبوط من ناحيه عدد الوفيات وعدد الحوادث. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.